أنا من سكان بلدة نعيمة، من مهجرين بلدة نعيمة، والسبب ضراوة القصف الحربي من المروحة اللي مستمر على مدار الساعة. تفرج على المناظر، هاي بيوت المدنيين، وصورة أبلغ من الحديث، أبلغ من الكلام. يعني المكان في غير صالح للسكن بالنسبة لأهل المدنيين وغيره والأطفال. يعني لا عاد شفنا أطفال ولا عاد شفنا مدنيين بسبب القصف اللي عم تسمع صوته. البلد يعني ما بدي أعلم، من عندي أنينها منكوبة، أما ما فيها مقومات الحياة. بلد ما ظل فيها أي شيء، كلنا تشردنا من البلد هون ورحنا على القرى اللي شبه آمنة. هي ما في قرى آمنة، ظلت بحوران بس شبه آمنة. هاي القرى، هاي البيوت قدامكم كلها تتعرضت للقصف، إذا ما كان بميق بمروحي، إذا ما كان بمروحي بمدفعي، يعني بشد أنواع القصف الروسي والنظام. هاي أحد الحارات، أحد الحارات اللي كانت مسكونة بلدة نعيمة وتهجرت بالفترة الحرب القائم هسه بسبب معركة الموت والمذلة.